أم. شخبطات حياتي مع رشيد ادريسي وفي الشخبطات الصباح غادي نتكلموا على صحافه الباد بوز او بعباره اخرى اعلام الكيلو والكذوب واختلاق الاخبار المقرفه لغايه في نفس يعقوب وكلنا ولينا طالبين غير صبر ايوب ثقافه البوز والكليك وقال فيا وفيه وفيك اولا من اجل جمع اللايكات والمعجبين والمعجبات ثانيا من اجل التاثير على الراي العام ويخليه مسكين ما عارف واش ضره راسو او عظامه ولا عنده اسهال حد علاش ولينا مقابلين غير الخاويه ونعطيو الكلمه اللي ما يسواش وما عنده باش ينفع المجتمع بالعكس غير كيزيد كي يكرهه في البلاد والعباد علاش تعطي ميكرو تشعل الكاميرا الواحد او وحده خالي وخاليه من الاخلاق وعمري فقط بالجراثيم من وجعلوا منهم دي وهما في الاصل ما يستاهلو حتى يدوزوا فقره الاحداث المقرفه نشرة الأخبار ثقافة عاجل وفضيحة والشاهد قبل الحذف والبحث عن أي حاجة قادرة فقط من أجل تحقيق أكبر عدد من المشاهدات وتطيح المورال المتتبعين والمتتبعات حشومة وعيب تسمي راسك صحفي أو صحفية وأنت وأنت مقابلين غير هذا دار وهذيك فعلات من أجل التشهير والخوض في أعراض الناس وكتبينوا فقط على الحقد ديالكم وأنكم خاويين من جميع أنواع الإحساس هاد الناس حنا اللي عطيناهم الفرصة أنهم يدخلوا لهاد الدومين اللي هو في الاصل كيعتمد على الشرف والنزاهه ماشي الكذب والتخويض وقلت الحياه والبساله علاش ما كتكتبوش وتصوروا مع العلماء والباحثين والمثقفين وتابعين غير المسخين والمنافقات والمنافقين علاش مثلا ما نقراوش في جرائدكم او في مواقعكم المنكوبه اخبار عن مخترعين وكتاب وشعراء ولا ما تجيش في العنوان المكتوب بالخط العريض طبعا كاينه صحافه كتحترم المتلقي وكتحاول تطلع النيفو ما عمرها تعطي الفرصه للمشرم او العاهره وتصنع منهم نجوم وتطبل عقليتهم اللي مقابله غير العراء واقمصه النوم وصلنا الوقت اللي اللي فيها شي سيت يعطي الكلمه لولاد التيت فتوش المعرفه والعلم وديناها غير في وصلنا الوقت الضحك على الدقون وبعدنا بسنوات ضوئيه على المعرفه والفنون وصلنا الوقت اللي جا وقال لنا انا صحفي كنقول الله يعطيك الصحه راه كتبرد القلب حيت ما عندنا دار ولينا دينها غير في المعيور والقوافي هذه راها هذه راه ما ولاتش غير حموضه هذه راها ولات الادب والترابي واخبار البعوضه البعوضه اللي مستعده تمص دمك ودمي باش تدير البوز وتعيق عليك وعليا باجهزه التفاحه المعضوضه بعوضه كتلقاها فين ما مشيتي وهي في الاصل مو معروضه ومره تهدر على الفضائح ومره على الموضه بلادنا في حاجه لصحفيين ديال بصح صحفيين كيحترموا القارئ والمتلقي ماشي صحافه كلام الساقط والزناقي صحافه مهنه المتاعب ولسوء الحظ ولات مهنه الحمامات والمقالب هزوا النيفو شويه راه طاح وتعطب ودخل في علي بوبا واعطيو الفرصه اللي يستاهلوا يكونوا صحفيين ماشي اللي غير هذه سنوات كانوا غير متملقين والموهبه الوحيده ديالهم هي السب والشتم الناب بالناب ودايرين فيها ان بلادنا تستاهل منا احسن من هذا القرف ماشي اخبار الخابيه والغراف يلا هو مشى وبلاد فيع والله يهدي الجميع شخبطات حياتي مع رشيد الإدريسي